عم يتوجه السؤال لي كان يستاهل انك تطلع بهالطريق هذا؟ طيب انا شو حل؟ ما طيب ما في حل. جنسيتي سورية اوكي مو مختلفين عليها، بس انا ما في سورية ما ضلت. طلعنا برحلتنا فهمت علي واجينا والحمد لله يعني ما صار خلل ما بين العراق وتركيا، ما صار خلل معانا نهائيا. اما بين بلغاريا وصربيا صار تعبنا، المشاكل انه جبال وديان مي نوم بالغابات، معي اطفال، معي الوالده، معي مرتي، معي اختي، معي اخواتي. والدتي معها ضغط، معها قلب، بالطريق تعبت كثير، كانت تقع، كانت تدوخ، كان يرتفع ضغطها، كنا نوقف. صراحة يعني نحن كمهرب اللي جينا معه بالطريق كان يساعدنا كثير، كل يوقف عليها نشربها مي نظبط وضعه ونقول يلا مرة ثانية نمشي. من الحمد لله وصلنا على صربيا اللي هي احتضنتنا، بس مسألة المصاري، مصاري راحوا. أنا إنسان هون هلا بعتبر حالي إنسان فقير، لولا في مصاري أدفع وأطلع تهريب كمان.